بعد أن عانى بيبيرو ما عاناه طيلة رحلته الشاقة والطويلة بحثا عن والده، بدأ الشك يتسرب إلى قلبه الصغير، والسبب واضح. إلى ما تنظر هكذا يا بيبيرو؟ إلى القمر. القمر؟ القمر يتلألأ في النهر. لدى الهنود الكثير من الاعتقادات، من بينها خرافة تقول إن من يحلم بصورة القمر يتلألأ في النهر يموت والده قريبا. خرافات، الحلم حلم، كيف يمكن للحلم أن ينبئ بالمستقبل؟ ها؟ إذا لماذا كنت تحدق بالقمر هكذا؟ لماذا؟ أنا أعرف السبب، كنت تخشى أن يظهر لك القمر في الحلم هذه الليلة. تيكو، لم أكن أعلم أنك صاحب. من يقدر على النوم شوشو يشخر هكذا؟ تنهض باكرا، الأفضل أن أعود للنوم. سأنام. أبي، الرياح بدأت تسمع صوتا. ساعدوني، هذا صوت حقيقي. من؟ النجدة. أبي، هل كنت أحلم أم أني رأيت شبحا؟ أكيد كان هذا شبحا، لكن سأعود للنوم. هذا أفضل، هذا أفضل. النجدة، إذا كان هذا صوت فتاة حقا، أنا شاب ويجب أن أساعدها، هذا واجبي. ليقتلني أحد بسرعة. شوشو قادم إليك. حصل بيبيرو، لقد رأيت أفعى رهيبة. رأيت أفعى؟ وهذه الفتاة
وجدتها قرب النهر هناك. هل هي بخير؟ طبعا هي بخير، إنها مرهقة ليس أكثر. طبعا هذا يعني أننا لن ننام الليلة أبدا أبدا. لا هاني، لا تترك رينا وحدها أرجوك. رينا؟ قالت رينا، هل سمعت؟ أجل، ويظهر أيضا أنها افترقت عن والدها لسبب من الأسباب. أشكركم، شكرا لكم جميعا. لا فرق بيننا، ولكن أنا الذي أنقذتك. شكرا لك يا شوشو. لقد تذكرت اسمي، تذكرت رينا اسمي، إنها تحبني. ربما تكون أحبتني يا شيرة. شيرة، رينا تحبني، إنها تحبني كثيرا. رينا، أين ذهب والدك؟ لقد ذهب والدي يبحث عن الماء. الماء؟ أجل، لم يبقى في القرية كلها نقطة ماء. وأنت لحقت به يا رينا؟ أجل، لأنه تأخر كثيرا، ثم شعرت بالجوع وغبت الشمس وحل الظلام. وأين كنت ذاهبة للبحث عنه وحدك يا رينا؟ هناك غابة بعد هذا الحقل، بالأمس ضللت الطريق واعتقدت. وماذا اعتقدتي؟ ها؟ تقول الأسطورة إنه نذير الشؤم عندما يدخل أحد إلى الغابة. وأنت تعتقدين أن والدك دخل إلى الغابة؟ أجل، لأنه لا يوجد ماء إلا هناك. وهناك النهر، أليس كذلك؟ في هذه الأرجاء يجف النهر بسرعة، وهناك خطر الأفاعي السامة، لذلك ذهب أبي إلى الغابة. الأفعى التي رآها شوشو حقيقة إذن. وكان من الممكن أن تهاجمنا الأفعى ونحن نتأمل القمر في النهر. نظرتما القمر في الماء؟ وما المانع من ذلك؟ لا شيء. تذكرت ما رأيت في الحلم الليلة الماضية. هل سمعت يا بيبيرو؟ حلمت بالقمر يتلألأ في مياه النهر. القمر يتلألأ في مياه النهر. علامة الشؤم. إذن والد رينا لم يعد حيا. ها هذا شوشو. انتبه يا حمار، الأفعى الجائعة كثيرا تستطيع أن تلتهم حمارا بكامله. بيبيرو، ماذا سنفعل؟ بالطبع سنذهب للبحث عن والدي رينا. شوشو، أنت لا تؤمن بما في الأحلام. أنا لا أؤمن بالخرافات، أليس كذلك يا بيبيرو؟ بيبيرو ما بك؟
ذاهب. شوشو إلى أين؟ هل ستخبر رينا بالأمر؟ لا، أنا ذاهب معها إلى الغابة. إلى الغابة؟ أجل، سنبحث عن والدها الضائع. سأذهب حتى وإن لم يرافقني أحد منكم. لا، لن أتركك تذهب لوحدك أبدا. حسنا شوشو، هيا بنا. هذا كلام رجال. بيبيرو كم أحبك بيبيرو. يا إلهي. أنت أيضا يا أسيكو. شوشو. أستيكو. نعم. أنا رأيته أيضا. ما هو الحلم المتعلق بالقمر؟ هل هذا يعني أن والدك؟ إذا صدقت الأسطورة يعني أن والدي مات. لكن لن أصدق. كيف أصدق أن أبي قد مات بسبب حلم؟ مازال حيا. بيبيرو. أستيكو، إذا وجدنا والد رينا على قيد الحياة فمعناه أن والدي ما زال أيضا على قيد الحياة، وهذا ما أريد أن أعرفه. طبعا أنا أيضا أعتقد بأن والدك حي يرزق. حقا يا أستيكو، حقا. بالطبع. هيا ابتسم الآن، ابتسم أسرعا. هذا الطير الوقح. أوه، إنه ليس سوى طير صغير. لا تسرع هكذا، وإلا فإن اللفعة سوف تأكلك. أنت لا تخيفني. إنه مجرد فأر صغير. هذا المكان مخيف حقا. صغير. انظر، هذا خنجر والدي. ماذا تقولين؟ خنجر والدك؟ انا متأكدة انه لوالدي. يا الهي، والد رينا حي. لماذا طارت هكذا؟ لابد ان شيئا قد حصل. لنسرع، هيا. ها هو المخرج. هذا هو النفس الذي رحل أبي ليبحث عنه. حسنا، لنلقي نظرة. هذا الذي نراه. أبي،
اهربوا اهربوا بسرعة. شكرا لكم، لقد أنقذتم حياتي، أنا مدين لكم. رينا، ولدك وجد الماء، كل شيء على ما يرام. نعم، وجدت الماء، ولكن الأفعى ما زالت هنا، ما زالت هنا. هذه الأفعى هي سبب الشؤم في الغابة، يجب أن نقضي عليها نهائيا. عادة هذا النوع لا يهاجم الإنسان، لكن هذه الأفعى بالذات مختلفة، إنها تهاجم كل من يدخل الغابة. وجدنا النبع، ولكن ما الفائدة يا أبي؟ ما دامت الأفعى هنا يا ابنتي لن نستفيد شيئا. لو لم يتحطم السد. ماذا؟ السد؟ نعم، بناه لنا أحد المسافرين، ولكن الهزة الأرضية التي حصلت حطمته تحطيما. بسبب الهزة الأرضية، حتى الشلال جف تماما. لن نتمكن أبدا من بناء سد مثله. ومن كان ذلك المسافر؟ رجل كان يبحث عن الإلدورادو، قال إن اسمه كارلوس. هذا والدي. ماذا؟ والدك؟ أجل، إنه والدي بالتأكيد. ماذا؟ إنه على قيد الحياة. أبي حي يرزق. هذه المرة أيضا ساعدنا ابن كارلوس. مصادفات الحياة عجيبة فعلا. سيدي، هل عرفت إلى أي مكان اتجه والدي؟ أرجوك. قال إنه ذاهب إلى وادي روبين. وادي روبين؟ إذا مدخل الإلدورادو هو وادي روبين بدون شك. هيا بنا بيبيرو، هيا بنا بسرعة. ولكن أستيكو، هناك عمل يجب أن ننجزه قبل ذلك. يجب أن نقضي على هذه الأفعى الشريرة. لكن إذا بقيت في الجوار لن تقدروا على استعمال مياه النبع أبدا. ولكن كيف يا بيبيرو؟ كيف؟ عندي فكرة جيدة جدا. صديقتك تناديك، قل لها شيئا، هيا قل شيئا.
نعم دعه هو شأنه يا أستيكو، إنه لا يريد أن يبكي، دعه هو شأنه. بيبيرو، تبين لنا أن الأسطورة ليست صحيحة. بالطبع إنها أسطورة لا أكثر، والدي حي يرزق مثل والد رينا تماما، أنا متأكد أنه حي. ما كان يعنيه بيبيرو هو أنه واثق من لقاء والده في الإلدورادو. هذه التجربة علمت بيبيرو ألا يصدق الخرافات وألا يستسلم لليأس، وتيقن بعدها أنه لابد يوما أن يصل الإلدورادو ويلتقي بوالده الحبيب.